تعلمت يعني فنون الرسم من خلال محاكاة ديالي مع العائلة ديالي، كذلك من خلال الأم ديالي اللي كانت يعني ترسم بشكل جيد، ثم تعلمت الرسم من خلال الأم ديالي، ثم بعد ذلك حاولت أنني نطور التجربة إلى تجربة تشكيلية يعني حول الفن التجريدي. دونك الفن التجريدي بالنسبة لي اللي كيهمني في العمل ديالي هو أنني نخلق واحد توازن بين جميع المدارس اللي هي مدارس كتهتم بالفن التجريدي، مثلا لابستراكسيون فورمال ولابستراكسيون ليريك ولابستراكسيون يعني اللي هي جيومتريك وكذلك جيستويل. دونك اللي كيشغلني كذلك هو البحث عن علاقة ما بين يعني العلاقة ما بين الجسد الأنثوي وكل ما يتعلق بما هو نباتي اللي كيطبع عليها باللون الأزرق، من أنه من الألوان اللي يعني كنفضلهم في الاختيارات ديالي التشكيلية. ودائما كاين واحد يعني دائما واحد البحث على التركيب، يعني تركيب ما بين اللون والمادة والشكل يعني لا فورم. دونك هذه داخله فيما يسمى بالابستراكسيون فورمال. كل المشروع ديالي الحالي هو مشروع ديال التجربه مع فنانين المانيين، يعني تكون فيها بعد مشاركه ديال بعض الفنانين التشكيليين المغاربه مع بعض الفنانين التشكيل الالمانيين، وغتكون في مدينه إيسن، وغادي يكون عاوتاني تجربه ديال المعرض مع فنانين اخرين المانيين، يعني في استوديو ديال فنانين المانيين اخرين. ومن بعد التجربه غتنتقل الى تجربه كذلك في المغرب اللي غادي نحاولوا اننا نديروا معرض تشكيلي بالمتحف الامازيغي باكادير. لوحه زوينه واللي اثرتني هي واحد اللوحه اللي في الجانب ديالي اللي كتعبر على بزاف الحوايج زوينين. كان في الموضوع ديالو لار ابستري، وديجا كان عنده بزاف ديال المعارض في المغرب كله، ايضا في هولندا وفي مصر، وفي هاد السنه ان شاء الله غيكون عنده اكسبوزيسيون في اسن في المانيا، وكان اتمنى له التوفيق في هاد الاكسبوزيسيون اللي تخلي الاطوال البيضاء في الاول.